كوكبة من كل الكائنات، ناس اتلمت سوا في مكان واتفرج بقى كده على الحوارات، اللي ألف وما بيخربش واللي عينيه بتطق شرار، اللي جميلة قوي وما تتسكش واللي مخبي وراه أسرار، اللي معه ملايين في بنوك واللي ذكية ذكاء كبار، واللي دماغها دي في اللالان عقلها كان في دماغها وطار، وفي يوم نحس وبقصص فخص واخص على الحظ واخصين خبط ودب وهب في ثانية الطيارة نزلت نصين، وفي يوم نحس وبقصص فخص واخص على الحظ واخصين خبط ودب وهب في ثانية الطيارة نزلت نصين، هيعيشوا بقى مع بعض شوية مش بمزاجهم مضطرين في جزيرة ما فيهاش صريخ ابني يومين، هيناموا فين وهياكلوا منين وحد هيعرف هما فين في جزيرة ما فيهاش صريخ ابني يومين، بوم طخ بوم بوم طخ لا لا لا، 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 هنا تحضر في بطلوا الاجتماعات، اما الاكل لذيذ وفريش فتة وموزة وحلويات طول الوقت قصاد الدش افلام وبرامج ماتشات، وفي يوم نحس وبقصص فخص واخص على الحظ واخصين خبط ودب وهب في ثانية الطيارة نزلت نصين، وفي يوم نحس وبقصص فخص واخص على الحظ واخصين خبط ودب وهب في ثانية الطيارة نزلت نصين، شو بقى مع بعض شوية مش بمزاجهم مضطرين في جزيرة ما فيهاش صريخ ابني يومين، هيناموا فين وهياكلوا منين وحد هيعرف هما فين في جزيرة ما فيهاش صريخ ابني يومين، بوم طخ بوم بوم طخ لا لا لا، بوم طخ بوم بوم طخ لا لا لا، بوم طخ بوم بوم طخ لا لا لا، أنسة أنسة فوقي فوقي يا أنسة، أنت كويسة؟ يا ترى المكان عجبك ولا تحب نغيره لك؟ انت كويسه يا بنتي؟ الحمد لله. هو ايه اللي حصل؟ الطياره وقعت. يا لهوي دي وقعت في الميه بجد؟ لا يا حبيبتي هي نزلت تشرب وهتطير تاني. بقول لك ايه، لو انت كويسه وقادره تقف على رجلك حاولي تساعدي الناس. بسم الله عليك يا ست الكل. دكتور يا جماعة الحقونا، عاوزين دكتور، الست هتولد مننا. بس بس بتصرخي ليه؟ أنا دكتورة. يعني أنت كويسة الحمد لله؟ أمال كنت بتصرخي ليه؟ بصرخ ليه؟ هو أنا واقعة من على سرير؟ أنا واقعة من طيارة. طب أنت عاوزة حاجة؟ أنت كويسة؟ هو بس شوية تقلصات وكرامبات وحموضة. الحموضة دي تلقي شعر البيبي هيطلع شعره تقيل. هو ود ولا بيت؟ امشي امشي. هاي هاي يو كم كم بليز كم. انا طلبت شاي. اوكي فين السكر؟ سكر ايه؟ سكر زياده بليز. سكر ايه وزياده ايه؟ هو انت مش دريان باللي بيحصل حوالينا؟ وبعدين ايه اللي وقعك بالكرسي من الطياره كده؟ هي طياره وقعت؟ برافو. يا ريت بقى شويه لبن مع السكر عشان يبقى شاي بلبن. ايه ده بس؟ بسم الله عليك بسم الله عليك يا عروسه امي يا اختي. انت كويسه؟ احنا
احنا وصلنا اندونيسيا ولا؟ لا يا اختي الطياره وقعت بينا. يا امتي وقعت فين؟ وانا شعرفني ام يا اختي ام ما ساعدك ام مش قادره اصلب طول يا اختي. اي اهدوا في صوت حد بيسوى. انا مش سمع حد غير نفسي يا اختي. اهدوا الصوت جاي منين؟ اديه الحيني يا اختي ده صوت عربي جاز انا طلع صوته من وسط بيت رعاش يا عربي. استنى بس نسمع الصوت جاي منين يا عربي. يا الصوت جاي من تحتيك. امي ام يلا معايا الحيني يا اختي. ام زمان الراجل فطس. يا لهوي يا لهوي دي في كابوري. كابوري يا بنت الحوت. يا عربي اللي جابك تحت مني. اللي جابني تحت منك المد والجزر يا اختي. لا تسالي عومتين في دراعاتك وسايباني نازل كلابي. دي بس وسط الفستان وسط الفستان ده عليه رهن 75 جنيه الراجل مش هيرضى يرجع البطاقه. دفناني بالحياه يا هانم. يا عربي واني تربه ولا ايه؟ تربه ده انت ملغه. وهو فتيها فتيها سيب لي الطاو سيب لي الطاو والنبي. قوم يا دحروم طب وحيبك الاهل تقوم. يا لهوي يا دحروم انت بتعمل ايه؟ بعمل انتظامات كهربائيه قبل ما اروح من هنا. ده لازم تعمل له قبله الحياه. ايه دي؟ يعني تنفخ له في بقه. اعوذ بالله اللي بتقول ايه دي يا ست عيب وحرام. ما هو كده هيموت منك لازم تنفخ له في بقه. بقه يا انت مش شايفه والصراحة حاجة مكززة بس هنعمل ايه؟ طب اقول لك اتخيل اللي هو المدام. المدام بتاعتي؟ اه هو احلى. يلا خلاص قبل ما يموت منك. حاضر. وحشتيني يا بت يا اينا. ما تجيبي بوسه يا باه. ده حرام. انت بتعمل ايه يا منيل؟ حاسس بس ما سمعش بقى. دي قبلة الحياة يا دحرام. دي قلة الحياة يا صاحبي. حصل خير ده طلع بيحبك قوي. كمان المهم انك بخير. اوعى ايدك. دي ده هو ده انا بني ادم من سكان الارض. معلش انا اسف. انت كويس؟ كويس الحمد لله. بس في حاجه في ظهري تحرقني قوي. تلاقيها من ميه البحر. اصل البحر ده الملوحه بتاعته عاليه قوي. لا 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 اكتر. يبقى ابو جلامبو قرصك في ظهرك. لا 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 افظع من ابو جلامبو. يبقى ابو انديل قرصك في ظهرك. لا اكتر من ابو انديل. ابو علي قرصك. انا مالي اللي ابو علي ولا ابو انديل يتحرقوا كلهم. طب لف وريني ايه في ظهرك. ايه ده؟ ده في حد قتلك. الحقونا يا جماعه الراجل اتقتل. يا جماعه حد يلحقنا دكتور يا اخواننا. بينادوا عليك تعال. علينا حامد. يا لهوي دي اكيد محتاجه عمليه. هتشال ازاي دي؟ في حد يعمل فرحه كده هوت؟ كنت برسم تاتو. اتصرفوا بقى حد يطلعها. يا استاذ اهدى يا استاذ اهدى. بقول لك ايه انا لمحت واحنا جايين شنطه اسعافات كده هاتيها لي بسرعه. اهدى يا استاذ اهدى يا استاذ. بسيطه خالص. ولا انت محتاج عمليه ولا انت محتاج لاي. ايه اللي انت نيلتيه ده؟ نيلت ايه؟ كده بصماتك على السكينه. اهدى يا استاذ اهدى 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 عشان اعرف اخيطك. تخيط مين يا وليه؟ ده انا خيط 10 زيك. اهمد بقى واهدى. اهدى عشان اعرف اخيط الجرح ده. وهتخيط الجرح ده بايه ان شاء الله؟ هخيطه بخيط وابره يا خفيف. هخيطه بايه يعني؟ وعشان لسانك اللي زي الفرقله ده انا هشوف لك اطول ابره تريكو خيطه لك بيه. ابره تريكو؟ تخيطي ظهري بابره تريكو؟ هو ظهري بلوفر. لا لك لوك يا خفيف. خد يا دكتور. اثبت يا استاذ. خد يا دكتور اللي قلت لك الحاجات دي. هاتي. لا ولا ده. ايوه ده ايه؟ ايوه ده. ايه ده؟ ايه ده؟ خيط اسود. طب ما تشوف لنا خيط احمر عشان يليق على الجرح. انا عايزاكم بقى تشوفوا لي اي مطهر عشان نطهر الجرح ده ونخدره له شويه. انا فاكر ان كان في ازاز خمر على الطياره. خمره؟ اعوذ بالله. امال هنطهرها لك بايه؟ بشاي اخضر؟ شاي اخضر؟ بتسخري مني؟ بترقصي على احزانك؟ خلينا نخلص من احزانك دي بقى. تعالوا انتوا الاثنين
امسكوه ثبتهولي كويس قوي، مش عايزاه يتحرك عشان اعرف اخيط الجرح ده. ايه ده؟ كويس، كويس قوي. مش اسلوب يا اخوانا، مش اسلوب، دي مش ماسكه. لا انتوا متاكدين يا جدعان ان دي دكتوره؟ دي ماكنه خياطه طبعا، دكتوره اشهر من نار على العالم كمان. ايه ما سمعتش عن سعاد المقريف؟ قريب. وحضرتك بقى يا دكتوره سعاد تخصص جراحه؟ قريب، تخصص قريب من الجراحه. يعني تخصص ايه؟ دكتوره امراض نفسيه وعصبيه. انا امك يا ابني. ايوه اثبت لي بقى كده. اتخدرت رباني، خليني اخلص خلطه الجرح ده وتبقى نظيفه وتبقى محترمه. يا دكتور، يا دكتوره، مش شايفاني مشغوله؟ مش شايفاني مشغوله؟ انت كده بتخيطي القميص. ايوه، ما هو ده الطب الحديث دلوقتي، ان انت تخيطي القميص او اي حاجه ملبوسه عشان تقفلي، عشان تمنعي تسرب اي ميكروبات وجراثيم جوه الجرح. اهو هندخل دلوقتي على الجرح. شفتي؟ لو كنت استنيتي طب الحديث. الفرصه جات لك يا دكتوره سعاد، الفرصه جات لك. اثبتي كفاءتك وجدارتك. بس الحمد لله اللي لحقناه. لحقناه ايه بس؟ ده شكله الاول والله كان احسن، كان قاعد بيلعب في الشجر ومش عارف اصلا ان هو متعور. الدكتوره دي غريبه. الحمد لله، هو دلوقتي مغمى عليه من نجاح العمليه، شويه وهيقوم يتنطط على كل الشجر ده زي القرود. انا اهم حاجه دلوقتي ان انتوا تجيبوا لي شويه الانتيبيوتكس دول عشان الجرح ما يتلوثش ويعمل لنا مشكله. امسك. كمان عايزه الاشعه دي عشان نطمن ان كل عموده الفقري فقراته سليمه متفكره كده فوق بعضها. اشعه ايه يا دكتور؟ انت مش شايف احنا فين؟ انا اذنكم، انا بقول لك يا اخ. نعم. والنبي وانت رايح الارزخانه جيب لي اي حاجه للصداع، اي برشام لحسن، خلاص دماغي خلاص. لو اتبقى معايا فلوس ان شاء الله هجيب لك كل اللي انت عايزاه. الجرح ده من امتى؟ الجرح ده غرزتين عمليه تجميل بالمره يطلع تحفه تحفه. لا لا ملوش لزوم، انا هجيب بادج او استيكر عربيات الزاويه يعني مكان ال. ثانيه واحده، انا لسه راميه الخيط والابره. لا مش عايز اتعبك. راحت فين؟ ايه هو راح فين؟ انت ما فيش فيكي اي حاجه؟ لا انا نزلت واقفه. يا اخوانا انا هسقط جوه كده اشوف اي حد يساعدنا واجي، لو لقيت حاجه تساعدنا هجيبها واجي، مش هخلع منكم يعني. بس حد ونبي بقى يجي معايا عشان يونسني، اي حد يجي معايا. عملت عبط دلوقتي؟ شكرا. الغابة دي ملهاش آخر ولا إيه؟ النبي يا رب أي طريق عمومي ولا محل عصير، أي حد يساعدنا. يا هناء! هناء! بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ دي عروسة البحر دي ولا ايه؟ عروسة البحر؟ هسألك على حاجة بس ما تخطفنيش وتغرقيني والنبي. يو فروم هير؟ اي واز ان بلان. يو اندرستاند مي يا باربي اوف سي ولا ايه؟ اي واز ان ذا بلان بت بلان فور سوري از تش في الميه. تش ايه يا عم انت بقى؟ عم انت؟ انت تتكلم عربي؟ انت ساكنه هنا طيب؟ انا كنت معاك في نفس الطياره بس الميه جابتني هنا. طب كان في واحده اسمها هناء كانت معانا في نفس الطياره، ما شفتهاش؟ بتاعي يا هناء. انت شفت التاج بتاعي؟ تاج ايه يا شيخه؟ ده وقت انستجرام وصور برضو. انستجرام ايه؟ بص بص انا ميس ايجيبت.
ميس ايجيبت بطلي عشر. اخد رخصتك والله بس مش عارفه اروح فين. بطلي فشر بقى بطلي فشر يا ماما. ميس ايجيبت داليا البحيري واتنازلت عنها ليه بس سيسي. بعدين ايه اللي في وشك ده اصلا؟ ايه؟ في حاجه هنا في وشك. ايه اتشوهت صح؟ لا اتشوهت ايه؟ كل الحياه والنبي. لا قلبي كان حاسس وحياه ربنا. لا والله يا ستي يا ريت كل البنات تشوه وتبقى زي كده. مرايه ايه مش محتاجه؟ كل الحياه في ايه؟ مش محتاجه اي حاجه اشيليها ايه؟ انا اقسم بالله لو حصل لي حاجه اخرب بيتك. وانا مال انا؟ هو انا اللي كنت سايق الطياره ولا ايه؟ مش الرد علي محروم. تليفونه ما بيجمعش اما اتصل ببهنسك ده. ها دياب رد عليه. بقول لك بهنسي. بهنسي رد عليك محروم. يا دحروق دحروق تليفونه ما بيجمعش وراه اخر. اما اتصل بليلي. ليلي ردت عليه دحروق دحروق يا دحروق دحروق. ليلي هي روخ لما بتردش يا كده يا اما بتلم جوز الجلي من الزريبي يا اما تاخد حمام جوز عند خالته مصطفى. طب وريني كده انا عايز اجر. خد يودع سر في اسفه خلقه. الو هز يا ولد هز بسرعه نص قطر دايري يمين. الو مفيش فايده. انا عايز افهم كل ليتهم ما فين تليفوناتهم. لا كده مصر فيها حاجه غريبه. هتلاقي البلد خربانه يا ستر يا رب. طب والحل ايه؟ الحل اللي احنا ندور على سنجل. عشان ايه؟ اي سنجل اللي هو ايه؟ اللي هي الشبكه يا بهيمه. ازاي ده؟ سيرش معايا. بقول لك ايه مفيش حد ناجر منه شمسيتين وكرسي. في هنلاقي قدام جار بتاع الفريسكا. طب بص يا سي عربي هم قالوا لي ان الهبوط بالطياره دي صعب بس ما قالوليش انه صعب قوي كده. دول رمونا رمي يا جدع. لا يا جاموسه انت مش فاهمه. هو الطيار بس لقانا عرسان جداد فقال يوجف معانا ويخمس بالطياره. لا ما عجبتنيش كانوا عملوا لي زفه موتوسيكلات احسن. هعملها لك ان شاء الله وانت على الخشبه ونبقى سوي. يا استاذ يا استاذ يس الشنط دي بتاعت حضرتك. ايوه سيدي. طب والنبي ما لقاش معاك برشام للصداع؟ لحسن دماغي بقت عامله زي التومه كانك جبت الهون كده ودقتها. سلامتك يا حبيبتي. عندي برشام صداع بس ده عشان صداعي انا. انا ماليش دعوه بصداع الناس. مش ممكن مش ممكن ولا تليفون عاوز يلقط اي اشاره. مفيش شبكه خالص. طب ما تجرب كده تبعت على الواتس ولا على الفيس. يا بنتي ما دام مفيش شبكه يبقى مفيش انترنت. سيبيني بقى سيبيني ما وصلنا اهو خلاص يا ساتر. لقيت الارزخانه؟ بس لقيتها قافله والمحلات كلها قافله. واضح النهارده عيد عندهم هنا في الجزيره. بس لقيت دي ما شاء الله لقيتها فين. تعالي يا اموره تعالي يا حبيبتي تعالي عند بابا. لا دي مجنونه مجنونه هتزقلك بالطوب يا سيدي تزقل. طب هنعمل ايه في الراجل اللي عايزين نجيب له مضاد حيوي ودوت؟ عدم المؤاخذه يعني راجل مين؟ الراجل اللي هو شبه الانفت ده اللي لابس جينز. نعم انتوا عاوزين تعالجوه؟ مستحيل. انتوا عارفين ده عمل ايه؟ يا جماعه صدقوني يلا قوموا اعملوا حاجه. اسكت بقى بطل جنينه. صدقوني الطياره هتقع. شفتوا؟ صدقني حصامت فكر يا حصامت الطياره هتقع. الطياره هتقع بقى. اعذرني بقى يا حصامت انا اسف. بص لي كده يا جماعه وبرقلي وليوش وراح سابني ومشي. اخس عليه ملوش حق. ليه حق ليه حق. طب وهنسيبه يموت يعني عشان قال لك خش؟ اللهم يعني نسيبه يموتنا احنا؟ اصله مش معنى اللي هو مقبوض عليه يبقى مجرم. يعني ممكن مثلا يبقى مقبوض عليه في قضيه بسيطه سرق تيار كهربا واخد كشك من غير ترخيص. يا سلام وهيرحلوه اندونيسيا عشان سارق تار كهربا. ده لو سارق محمود كهربا نفسه مش هيرحلوه. طب انا هقول اللي عليا. الراجل دوت لو سبناه يموت ذنبه هيبقى في رقبتني. يا سلام يا اختي ولو فاك بقى وراح رازعني كده هو تسكينه في رقبتي ساعتها افرح انا بقى بذنبه اللي في رقبتي ولا في رجلي. انت يا بقره بتتكلمي ليه وسط الرجاله؟ خشي جوه. جوه فين؟ ايوه صح. خلاص يا جماعه احنا هندور على الدواء ونعالج الراجل ده عشان تريحي ضميرك وبعد كده نقتله عشان نأمن نفسنا. يا حبيبي النوع ده مجرم ممكن يصحى تاني زي الافلام وبعدين يموت اي حد فينا ويهرب يدخل يستخبى في مسرح البالون اللي واقف ده. ساعتها نفجر مسرح البالون ده. يا اساتذه بغض النظر عن ان انتوا استخدمتوا المدام كمسرح انا معترض على فكره ان احنا نقتله. ده حرام.
يا ابني ما احنا هنعالجه في الاول. هي الفكره ان احنا هنعالجه ونقتله او نقتله ونعالجه، يعني هي الفكره ميكس يا جماعه. على فكره يا ساده انا ماليش دعوه بالكلام الاهبل ده. قصدك مين بالاهبل؟ قصدي اللي واقف جنب مسرح البالون عاوز يحجز تذكره. هو مين ده الاهبل؟ ما دام اني مسرح البالون يبقى انت الاهبل، وفي حد بيتقال اهبل غيرك؟ لا بقول لك ايه يا حاج، لم نفسك عشان ما نقلش من قيمه بعض. انت بتتكلم ازاي انت يا مقشف يا مقدد يا مصدي؟ هو مين ده اللي مقشف ومقدد ومصدي؟ ده انا جوزي دعاسه، ده انت ما تشوفوش هو مستحمي تنطره كده يبقى فله. اني مستحمي وتنطره وانا حسمي تشرجير؟ اسكت ما يعرفكش، ده البرنس ملك الفيزياء. اخرس انت يا تخينه يا منفوخ على 99، ومش ممكن حد عارف لك قدام من ورا. لا بقول لك ايه، تغلط فيا عديها، انما تغلط في المدام وفي الرسم الهندسي بتاعها مش هسكت لك. يومك مش هيعدي النهارده. ايه ده يا عربي؟ بس يا بنت انت عاوز تنضرب؟ انت ما شفتش دي لما بتروح عامله كده؟ انت بترفع عليها السلاح؟ طب تعالى لي، لو راجل سيب الحريم وتعالى لي. خلاص يا استاذ خلاص، سيبوني ما حدش يتدخل، وسعوا الحريم تطلع. اخلص مكانك انت وهو. ايه ده؟ اللي هيمد ايده على التاني هضربه بالنار. ايه ده؟ انت جبت المسدس ده منين؟ انا المقدم باسم باسل بلسم. مين؟ باسم باسل بلسم. ايه باسل قولوا لي بلسم باشا. مش مهم، المهم ان حضرتك مقدم. ايوه مقدم. خلاص اسمعوا بقى الكلام اللي هقوله لكم ده بالحرف. الراجل اللي جوه ده هيتعالج، وانتوا هتسمعوا كلامي لحد لما حد يجي هنا وينقذنا، واللي هيعصى اوامري مش هيلاقي غير رصاص مسدسي في صرصور وده. ما تنزلوش المستشفى بتاعتي، الهوستل بتاعتي مو بره. يا سعاد خلي في قلبك شويه شفقه. انا من حق اتعالج. مش هعالجك. مش هتعالجيه ليه يا دكتوره؟ جيت عند دوت وحرمتي ليه؟ انا يا ستي ليه مزاج احرج؟ مش هعالجه. والله العظيم انت ست مفتهيه، وربنا مش هيسامحك ابدا على اللي بتعمليه فيا ده. وهيسامحك انت، انت ليك عين تتكلم؟ مش هعالجك. اشهدوا انا اسف، اشهدوا. عايزه اسيب جوزها يموت قدامكم. انا لو بايدي اجيب سكينه طول كده واجيب العرق من هنا لهنا واسيبك تتصفى قدامي، بس على فكره حرام ان انا ادخل النار في واحد زيك. ما تستهدي بالله يا دكتوره، واي مشاكل بينكم هتتحل، وبعدين دوت ابو الواد بنت. المراخين دي بتقول انت هتجيب واد. خبيت ابو مناخيري، انت هتفهمي اكتر من السنار. والله بنت. طب انت ترضي اللي جوزك يبقى برجل واحده؟ ان شاء الله من غير رجل خالص ويمشي على ايده، هو حر نفسه. اسمعي، ضل راجل ولا ضل حيطه؟ ولا عايزه ضل ده ولا ضل دي. وبعدين جوزي ده كان زمان ليه بقى؟ لان انا هطلعه دلوقتي حالا. يا سعاد بطلي بقى كام لهبل ده قدام الناس. بعدين انا هفهمك. فاهم نفسك يا اخويا، انا فاهمه كل حاجه. فاهم نفسك. طب عالجيني وانا اطلقك. مش هعالجك وما طلعنيش، وحسيبك تموت وحورسك، وبعد ما ورثك هتجوز حته عيل صغير مصغرف كده يعوضني عن سنين الحرمان وبفلوسك. حرمان ايه؟ امال ايه اللي في بطنك دي؟ فرخه مشويه؟ انت ايه اللي دخلك في الموضوع؟ خلاص وحدوا الله. هو ايه اللي حصل لكل دوا؟ ولو اني مش ملزمه ان احكي لك، بس هحكي لك بقى حضرتك. بس بقى حرام عليك، قاعد ماسك الصفحه دي بقالك ساعه، انا قريتها وخلصت وحليت الكلمات المتقاطعه، بس ارجوك. انا مظبط لك كام ليله بقى، انما ايه ولا الف ليله وليله. لا ما تقولش. اولا حجزت اوتيل على البحر، الشاطئ بتاعه مليان شيزلونجات، اوضه النوم، وخدي بالك من اوضه النوم دي، فيها سرير مدور بيلف بالكهرباء. عايزه اشوفي البحر، دوسي على الزوار تلاقي وشك في البحر. امال ايه؟ سرير مدور بقى. مدور يا ابن المدوره. يا نهار اسود. هو فعلا اسود، اسود مخلوط بالهباب المحروق بالزفت المقطرم بستين نيله اللي هنقعك فيه وتموت في التو، والتو اللي بعده هلبس عليك اسود. اهدي بس يا سعاد، ما تاخديش بالمظاهر، انا هفهمك كل حاجه. هتفهمني ايه؟ مين شبه المنحرف اللي قاعده جنبك دي؟ ما اعرفهاش. ما تعرفهاش وهتوريها السرير المدور؟ لا يا حبيبتي، انا بقى هقول لك يعرفني ولا ما يعرفنيش، ده يعرفني ويعرفني ويعرفني قوي كمان، انا خطيبته يعني، واول ما نوصل هناك
بامراضه. يا حياتي عارفه يعني ايه مراته؟ والسرير المدور ده يا روحي اللي هنقضي عليه شهر العسل. هديتي وتبطيتي ولا هما هدك؟ الكلام ده انا اول مره اسمعه زيك بالظبط. اول مره تسمعه زيي؟ انت راجل مهزق وراجل غير محترم. لا 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 بقول لكم انتوا قلتوا احترموا نفسكم ولا شخصيه عامه؟ شخصيه عامه ايه؟ انت قدوه سيئه. انت لا تصلح ان انت تكون مذيع ولا اعلامي. انت كمان انت دي حسابك معايا بعدين. قومي يا ماما. ايما انت ما خدتليش حقي منها. انت سيبي ايدي اصلا ما تتكلميش معايا والله العظيم. انا دلوقتي حالا انت وهي حرام عليكم. احنا مش علقان في الجو وماشيين ببركه ربنا. طب اله يا رب لو ما صفيتوا الوقت من نوع نوصل والطياره دي تقع بينا في عرض البحر. الصراحه هو واطي وحقير. لا الحق ما يزعلش بس هو في الاول وفي الاخر روح وانت باين عليكي قلبك كبير يعني حتى لو حيوان هتعالجيه زي الحصان والحمار بس الحمار ما بيتصاب بنضربه بالنار. حد شفت مسدس؟ مسدس يا ستي عصبيه الحمل ديت هي اللي هتخرب عليك. عصبيتي من كلامك هي اللي هتخلي البيبي تنط من بقي. خلاص مش هعالجه. اخلصي بقى سعاد وبطلي اللي يتقدم قدام الناس. انت اساسا محدش يفتح بقه. انا بس اللي اتكلم. انا القانون. الراجل ده هيتعالج وبعدين هيتضرب بالنار. شيل الراجل المجنون ده من قدامي. اللي مش على الانفد هيمشي عليه. القانون ما بيفرقش ما بين حد. ما بيفرقش ما بين غني وفقير. غفير ووزير. مجرم وشريف. عدم المؤاخذة في لبس يعني. القانون معمول عشان يفرق ما بين المجرم والشريف. ده حقيقي مظبوط. انت بتتكلم ليه بقى؟ هو ما حدش تاجل كلمة هنا ليه؟ انت ظابط؟ لا. معاك مسدس؟ لا. عندك شنب؟ لا. يبقى تخرس. انا عندي شنب حظاظ. ايه هتسلفهوله يعني ولا ايه؟ ورد ما يرجعه تاني ده شكله حرام. يبقى تخرس. وانت يا دكتورة عايز ايه؟ اتفضلي بشري عملك وادي واجبك وعالجيه. مش هعالجه. هضربك بالنار. وانا هضربك بالشبشب. هو الشبشب اسرع ولا الرصاصه؟ حسب اللي هيرمي الاول. ايه احنا هناكل بعضنا ولا ايه؟ مش هتعالجوه انا هعالجه. ربنا يخليك يا اميره بنت الامراء. واضح اللي دوت مش كسر عشان لو كسر كانت هتبقى ورمه قد كده مرتين كده. وجعله وجعله قوي كده هو. قومي قومي الله يخرب بيتك. انت قاعده على ايدي. قومي. انا اسف انت ايه يا بنتي بتعملي ايه؟ هو انت دكتوره؟ انت مضيفه شغلتك تقعدي تضيفينا وخلاص. مين دي اللي مضيفه؟ انت مضيفه ولا انت مش عارفه؟ لا انا مش عارفه. مش عارفه ايه؟ انا زي اللي دماغي اتمسحت. يا لهوي انا مش فاكره حاجه خالص.